صراحة خويا صباح النور، صباح النور عليكم كاملين. اليوم ما كاين نهار، عندي واحد الخدمة خصني نقضيها. ندخل اخويا للحياة الشعبية وغادي نشوف الناس واش ملتزمين ولا لا. خالد خويا نديرو واحد الجولة في الحياة الشعبية ونشوفو الناس واش ملتزمين. يونس ندخلوا الاحياء الشعبيه اخويا. مهدي خالد، حنا في عين السبع، مهدي من عين السبع. عماد والو خويا، يونس الله يكبر بك ضروري خويا. خالد الله يكبر بك خويا، شكرا. واخا خويا مهدي، صابرين اختي، غادي المدينة قديمة ولكن ما غنخدمش بالتليفون اختي. جمال ضروري احياء شعبية، غنحيد التليفون ملي غندخل لهم. الرزاق خويا انا الا ما عيطوش ليا الناس بحال هاد بحال هادشي ما نقدرش نصور معاهم، خاصني الناس اللي يهضروا على المعاناه ديالهم. ومريضه لا حنا في عين سبعه. كريم الله يكبر بك. مريضة اليوم غندوز السبات.
حاتيم وانت من اهل الخير. زود حاتيم عفريت من عين السبع. جولة بالمناطق بالأحياء الشعبية. عيشة عيشة اختي دابا غندخلو لحي محمد خالد الله يلا عامرة باش خوة. فاضل الله يكبر بك. ليلة واخا مازال ناعسين راه حنا بدينا الخدمة. احنا بقينا معاهم تيفيقوا تيبغيو ينعسوا عاوتاني عاد نسالي ياسمين. حنا داخلين الحي محمدي خرجنا من عين السبع غريب الله يحفظك خويا. يوسف مدينة قديمة نخدم فيها خويا. الله يكبر بك. ام رضا راني عارف وراه غير بديت دابا باش تعرف الموضوع اللي غنخدم. دينا الخدمة تيفيقوا وتيعاودوا ينعسوا عاد نحبسوا. أليد مرحبا مرحبا لك أخويا بزاف طرف. فاطمة مرحبا أختي. سعيد كاين اخويا زوج ديال البطانات هنا الاول والثاني بالدار.
مرحبا. هاد الاحياء كاع اللي كتبتو كاملين كنقيدهم في دماغي وكندوز لهم كل واحد كندير ليه نهار. سعيد اخويا حنا باقيين. انتم غير من الشوارع من الطوموبيلات يبان لكم راه حتى واحد ما باقي بغى يدخل. جمال خويا ما باش شنو قريت راك عارف اخويا راني صايق وكنشوف اش كيكتب وزيان. لا مشي راه شنو وراك ابراهيم محمدي. ابراهيم محمدي اخويا تسنى عليه يا محمد. يا خالد حسن سينما شريف اخويا هذا والله الا ولفت ولفت بحال رشيد خويا
ملي كنديروا هاد المباشر كتبقاو تعطيوني مقترحات منا كنزيد نعرف شنو كاين. صعيب انك تسوق موتور وتقرا كل شيء. خالد الله يكبر بك خويا. عيسى هذا هو العمل ديالي صغير. ناس ناعسة في السوق. حسن الله يكبر بك خويا، مرحبا خويا. انا كل صباح كندير مباشر هكا كل صباح كل مره وفين. هنا فين كان المارشي ديال الدجاج الاول قديم. جمال تمشي شي حاجه اخويا؟ رشيد صباح النور الله يحفظك. لا إلا راه صعيب أختي الموطور. جمال باقي اخويا باقي ما باقي حتى واحد ما عارف شي حاجه اخويا جمال. راك الشال هو باقي كاين ما تنقص ما هو العدم ما كيتزاد. جمال اس اش اخويا سيمو صباح النور. داخلين دابا راه شنوار وهي تقريبا نقول بالفيدر دخلنا البلفيدر ندورو مع الدورة ندخلو بالفيدر.
اللي كانت صبات هو البارح. ها شنو دارت علي بغى البوليس اخويا صباتك كتسول عليهم. دخلنا بالفيدر عمر كارنو اخو خالد تلتيني وضعك خالد انا غديك عند البوليس خالد الواعر يا ملي فقتي وانت كتسول على البوليس رضوان عليكم السلام خويا الله ما كذبت يا خالد بالله هاد زاد واخويا الله يحفظك خويا خالد الله يكبر بك قريب البوسطه ديال البيت جمال باقي ما كاين لا حدود غيتحل لا والو باقي كاين الوباء اختو وعليكم السلام خويا الساق باقي اخويا الا بقاو على بحال هكا غيبقى غيبقى التمديد غيبقى التمديد اخويا السلام خويا الله يحفظك حنا بالفيدير حنا قرابين لاكار ديال التران كازا فوياجور حسن الله يكبر بك صباح النور عبد الغاني خويا جمال الله يحفظك شكرا يرجع ليك خالد البوليس اخويا خالد هما في الواقع شوف هضر اخويا الا كاين عندك شي واحد شي حاجه صيفط لنا النمره اخويا نمشيو الناس اللي ما استافدوش شي حاجه نمشيو عندهم اللهم امين يا رب العالمين
عبد الرزاق خويا سبقني النمره خويا ديالك ونجيو عندك. خالد الله يكبر بك خويا شكرا. جمال صيفط لي النمره ديالك باش نتعايضوا اخويا. الله يكبر بك اختي الله يكبر بك. متتبعي قناة شوف تيفي نخليكم الى حين مباشر اخر. شكرا لكم شكرا صباحكم مبروك والله يرفع عنا هذا الوباء.